صوابع الموتزاريلا المقرمشه. هنحتاج ايه؟ جبنه موتزاريلا في السوبر ماركت دلوقتي بتبقى متوفره متقطعه صوابع جاهزه، او نجيب البلوك اللي بيبقى على بعضه ونقطعه احنا صوابع. بس صراحه اللي بتيجي جاهزه بتبقى افضل ومتظبطه زي ما انتم شايفين. بصوا شكلها اهي، بصوا هي بتيجي صوابع كده، موجوده ومتوفره جدا جدا في كل السوبر ماركت. طيب عندنا كوبايه من الدقيق، تلت كوبايه نشا، كوبايتين بقسماط صيني لو متوفر، لو مش متوفر هنستخدم البقسماط العادي. عندنا كمان 2 بيض، معلقتين كبار من الحليب، نص معلقه صغيره من الزعتر، ومعلقه صغيره من الملح، ومعلقه صغيره من الفلفل الاسود، وزيت علشان القلي. والموضوع بقى بسيط جدا جدا. تعالوا بينا بقى كده، هجيب طبق علشان اعمل فيه الكفر، اقلب فيه البقسماط. تمام، وعندنا كمان الدقيق شويه كده وشويه من النشا. تعالوا نحط البيض كمان في طبق واسع شويه عشان اعرف احط فيه صوابع الموتزاريلا، وعليه الحليب، وعليه كمان الملح والفلفل. تمام كده، ونقلبهم بقى ونبتدي يلا علشان نشتغل. هنقلب الخليط ده، وهدي رشة زعتر كده على البيض، وهنبتدي نفركها. الزعتر مع الجبنه بيبقى حلو قوي. وتعالوا بشوكه كده ونبتدي نرب البيض مع الحليب. بسم الله الرحمن الرحيم. خلي الشوكه هنا، وتعالوا نحط بقيه النشا على الدقيق، وهتبلهم برضو بشويه ملح صغيرين وفلفل، وناخدهم في البوله الاوسع شويه علشان تكفي معانا صوابع الموتزاريلا. وادي الصوابع زي ما انتم شايفين، بصوا شكلها هي جايه كده متقطعه التقطيعه الجميله دي، فلذيذه جدا وسهل نتعامل معاها خالص. هبدل بس، هاخد كده كده، هعفر بالدقيق. الدقيق ده فايدته انه بيخلي صباع الموتزاريلا يمسك عليه او يشيل من البيض. تمام، حط كده ونقلب كويس في البيض، وننزل بقى في الخليط اللي احنا عاملينه. بسم الله الرحمن الرحيم. بصوا، واضغطي بقى عليها كويس قوي، غيره كده ولا اسهل بقى من كده، تحفه. هنا بقى في تحمير الموتزاريلا في حاجه مهمه جدا، دايما بقول حاولي تخلي النار تكون متوسطه، زيت سخن نار متوسطه في غالبيه الحاجه اللي بنعملها بانيه علشان تستوي معانا. بما ان بقى الجبنه هي مش محتاجه تستوي ولا حاجه، ولو انا نزلتها في زيت مش سخن قوي والنار مش عاليه هتطول قوي في الزيت، وايه اللي هيحصل بعد كده؟ هتلاقي الجبنه خرجت بقى والدنيا باظت ومبقتش مظبوطه. علشان كده لازم نراعي جدا واحنا بنحمر صوابع الجبنه ان الزيت سخن والنار عاليه. تمام، اوعي تنسي. وانت بتحطي الطبقه الكريسبي اللي بره دي اضغطي عليها كويس علشان تمسك كده. تمام، بالشكل ده. طبعا لازم الزيت يسخن كويس زي ما قلنا، زيت سخن نار عاليه. الحاجات اللي مش تقعد معاكي على في التحمير وقت كبير، وده المطلوب.
لازم تعلي النار خالص والزيت سخن خالص، وتنزلي يا دوبك تنزلي وتطلعي علشان الجبنه تفضل محتفظه بقوامها جوه الكفر بتاعها، ما تفكش ما تسحش وما تطلعش منه وتبهدل لنا الزيت ونلاقيها بقى من جوه فاضيه ما فيهاش جبنه. ايه رايكم وصفات النهارده قد ايه سهله وقد ايه مغريه؟ لا النهارده صراحه اصحاب الدايت يمتنعون، يعني الدايت ملناش فيه النهارده خالص. عادي يعني. الف هنا. الجبنه ينفع نعملها كده؟ ينفع بعد ما نحط لها الكفر بتاعها نقدر نشيلها في الفريزر؟ نلقي نظرة كده الزيت أخباره إيه. بسم الله، يعني لسه شوية خلصنا خلاص صوابع الموتزاريلا، وعندنا هنا شوية جاهزين على التحمير. نحط دول بقى مع دول. يفضل بقى ان احنا كمان نريح صوابع الموتزاريلا في الفريزر علشان الجبنه تبقى ساقعه ومتماسكه، بحيث ان احنا لما نيجي نحمرها ما تلحقش تسيح في حراره الزيت وتخرج بره الكفر بتاعها. زي الفل احنا كده. ايه تمام جدا. لازم نستنى الزيت يسخن، مش هينفع ابدا ابدا احط والزيت لسه بارد علشان ما نخسرش الجبنه بتاعتنا. اوعي تشوفي الزيت بالميه، حطي نقطه ميه تشوفيه ساخن ولا لا، بيعمل مفرقعات وحاجات عجيبه. هي نطره دقيق كده بسيطه بنحطها نشوف اخبار الدقيق ايه، غلي ولا لا. يلا بينا بقى كده نسمي بسم الله وننزل. يلا بسم الله. زيت سخن، نار عالية، ويا دوبك تاخدي اللون الذهبي كده اللطيف وطلعي على طول، ما تستنيش هتطول هتفك هتسيح منك في الزيت والموضوع مش هيبقى حلو خالص. لازم افتح واحدة موتزاريلا. لا يعني بصوا بقى، بصوا عيوني كده كويس. يلا بينا، شايفين الجمال بقى؟ يا خبر ابيض، ايه الحلاوة دي؟ لا 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 لا. طب ايه؟ ما شاء الله بجد ما شاء الله. ها افتحوا الكاميرا على الاخر. زي الفل. دي كانت 6 الجبنه طلعناها على طول، واحنا بعد ما طلعنا الفاصل او واحنا بنطلع الفاصل لو شفتوني كنت بدات اطلعها لانها كانت خلاص اخذت لون ذهبي، وزي ما قلت لكم نار عاليه زيت سخن علشان تنزل تطلع على طول، ما تستنيش لما الجبنه تخرج من الكفر وتلاقيه فاضي. تمام.